في هذا الشوط الثاني. الحذر، كل الحذر من ثلاث الكرات خطيرة، فرصة كبيرة في الشباك السورية، هذا الثاني خطأ فادح يعني من عند المصري، يد أخطأ، إبعاد بالقدم هو المطلوب وليس التعامل بالرأس، إبعاد وتشديد بالقدم، لكن أي خطأ لا يسامح عليه المنتخب الياباني. هوندا يهيئ وكاغاوا بلمسة رائعة بحركة